هذه الدقائق التي أتحدث فيها باللغة العربية. كريستين، please, this is the second video. It is the visit of President Obama to Saudi Arabia. زيارة الرئيس أوباما إلى المملكة العربية السعودية. فطبعا أنا شفت طلعت على زيارة والحقيقة المحللين السياسيين هذولا فيش عندهم أفكار كثيرة أبدا، يعني مرات بستغرب. فأنا بدي أقولها هلا، الذي يسير السياسة الأمريكية بما يتعلق بالسياسة الخارجية هي إسرائيل، هي الصهيونية، هذا بدون شك يعني، وسأبين في هذا الموضوع الآن. فزيارة أوباما هناك إلى السعودية طبعا هو بيحاول يستشير، وكأنه السعودية حتملي عليهم. خليني أذكر شيء للجماعة اللي بيسمعوا هذا ويروحوا يحكوها للسعوديين، وأنا ذكرتها مرات عديدة. أنا صار لي في الحزب الديمقراطي هنا 32 سنة في ولاية واشنطن، ونزلت في الانتخابات كمرشح لحاكم الولاية، كمرشح للسيناتور وإلى الكونغرس إلى آخره، وكل الأشياء دخولي في هذه الانتخابات كان مشان أبعث رسالة، لأنه بيسمحوا الواحد هنا بالانتخابات خاصة على مستوى الولاية كلها بيسمحوا لك 8 دقائق equal time، يعني زيك زي الآخرين إنك تخاط بالولاية كلها 8 دقائق، وبيسمحوا لك كمان إنك تعمل بيان لا يزيد عن 300 كلمة حتى يوزع مجانا إلى كل الجماعة اللي بصوتوا في الولاية. طبعا هذا شيء ممتاز جدا، ولذلك أنا أفكاري الحمد لله وصلت كثير يعني، ولكن لا يعني إنهم بدهم ينتخبوني. هذا بيحتاج إلى حلقة ليش أنا ما ممكن أنجح بالوضع الحالي. طبعا من الأسباب الرئيسية هو كوني فلسطيني، كوني عربي، كوني مسلم، وكوني ضد إسرائيل والصهيونية طبعا. وعلى كل حال نبحث في هذا الموضوع. الشيء اللي بقوله عن السعودية، أكثر دولة أنا بأكد عليها، وجدت بأعضاء الحزب الديمقراطي وطبعا الجمهوري نفس الشيء، مكروهة بالعالم العربي الإسلامي الدولة السعودية. ليش؟ لأنهم بلوموها بكل شيء، كل شيء له علاقة بالبترول وزيادة البترول، وإذا دفعوا 10 سنتات زيادة معناه السعودية، وما بنظروا لهم يعني بعين الاحترام، كلك هذولا شوفوا كيف بيظلموا المرأة، شوفوا كيف زوجة عنده، وبعض الأمراء والسعوديين الأغنياء عملوا فضائح كثير جدا في أمريكا هنا، ودائما بيسلط الضوء عليها بالإعلام تماما، شايف؟ وأي حاجة يعني أي حاجة لها علاقة بالسعودية هذا. والسعودية شو بتعمل؟ يعني تعتبر بنظر أمريكا إنها زي بقرة حلوب، يعني بيأخذوا منها اللي بهذا مشان يظلوا البرميل الزيت يكونوا منخفض، حتى إنهم هم يعملوا إيش من البترول عندهم من أمور أشياء أخرى، من الفحم، من هكذا إلى آخره. ولذلك أنا بستغرب دائم بقول لك يعني بالسعودية باستمرار إنه أصدقائنا like our friends، فيش friends هنا أبدا. الذي يحل المسألة هي قضية المصالح. وبالنسبة إلى أمريكا لا تنظر في مصالح العرب أو السعودية إلى آخره، تنظر ماذا تريد إسرائيل بس. إسرائيل بتعمل كذا كذا، خلاص بعملوا فيها. ولذلك أنا يعني أنا من معلوماتي ومن اتصالاتي مع السعوديين ومن أيام الملك فيصل رحمة الله عليه، عندما اجتمعت في غرناطة عندما كنت طالب في الطب هناك، وطوفته في قصر الحمراء وكذا، كان فعلا رجل دولي فعلا، بعد ما جاء حد على الإطلاق بالمرة ما في. وزرته كمان مرة ثانية بالطائف وإلى آخر. فالمهم أنه لازم انتبهوا. ولذلك أنا أستغرب يعني، هو
ذكروا إنه قضية إيران إنه أساس الأسلحة النووية تعين إيران، وأنا هتكلم عليها الآن، وعن سوريا. يا جماعة سوريا ما كان ما ضرورة أوباما، ما ضروري أصلا على أوباما. أنت يا سعودي ادفعوا عدة مليارات من الدولارات، مش زي ما بتعملوا سنة السيسي بمليارات من الدولارات، ادفعوهن أنتوا واشتروا من باكستان كل ما في الأمر كانوا عايزين هذول السوريين الأسلحة على الكتف مشان تحميهم من الطيران، هاي أهم شيء. وكان ممكن، ما ضروري تكون أمريكا، ما ضروري تجبروا أمريكا إنها تروح تتدخل وتروح تضرب الأشياء هاي اللي في سوريا، لأنه أصلا إسرائيل ما عايزة. إسرائيل تريد أن تفكك سوريا تماما إلى دويلات، منها دولة العلويين ودولة الدروز في جبال العرب وإلى آخره. طبعا ما كانش ممكن تنجح الدروز، لأنه فعلا الدروز جماعة ممتازين كويسين يعني، مش هذا. ولكن العلويين مع الأسف، رغم أنه أنا مش كل العلويين، بس الأكثرية الساحقة منهم، هذول أنا بطلق عليهم القرامطة. القرامطة هذول اللي سرقوا الحجر الأسود بالعصور الوسطى وأخذوه إلى عمان وإلى آخره، من أسوأ ما يمكن هذول. وعلى كل حال أنا اللي بقوله للسعوديين، بدكم تعملوا ضغط، اضغطوا بالمصاري، ادفعوا مصاري. وانتوا للإمارات بدل ما تروحوا تحطوا هاي الأموال بالباطل، تروحوا تحطوها في مصر مشان إيش؟ مشان تحاولوا تدمروا هاي الدولة السنية، أكبر دولة اللي هي مصر. وكان مرسي كان من أكثر سيكون المؤيدين إلى الثورة السورية. انتوا بجهة بتعملوا شغلة، ولكن من جهة أخرى تفسدوا الموضوع تماما. يعني زي اللي بعطيلك قرش ولا قرشين، وبعدين بحاول ضدك بطريقة أخرى يعطوا دنانير مش قروش يعني. هذا اللي حصل. فأنتوا تدخلكم يا سعوديين ويا إماراتيين بتأييد هذا السيسي، أنا اللي أعتقد بعتقد أنه مجرم وقاتل ودموي، وكل المصاري اللي بعثت لهم إياها حتروح عليكم أبدا، ما بيدفعوا لكم. يعني خلال 6-7 أشهر بعد ما يصيروا السيسي بالحكم، وأنا أتوقع طبعا حينجح لأنه كلها مؤامرة، طبعا شو حيحصل؟ الناس بعد أكم شهر بيبدأوا عاد الجوع بيطب فيهم مرة ثانية، ومشاكل اقتصادية وإلى آخره. شو بيعملوا؟ بدهم يطلعوا بمظاهرات، ما هي زي مظاهرات أيام مرسي، مظاهرات تمرد سمحوا لهم يدخلوا ويحكوا ويهينوا الرئيس وإلى آخر. لا، هذا بيجي الشرطة اللي هو محمد إبراهيم هذا الإنسان التافه هذا والسيسي بقتلوهم العادي، خليها تظلها مصر بهذا الشكل. وأنتوا يا سعوديين بتروحوا إيش؟ تقفوا بجانب إسرائيل زي أيام العدوان الثلاثي 1956، بتروحوا بتأيدوا الصهيونية اللي هي بتحاول تدمر مصر وتخلي مصر الحكم العسكري يستمر. ما بتآمنوا بهذا الشغلة؟ طلعوا عليها، اقرأوا المجلات اليهودية، اقرأوا ناشنال ريفيو، مومنت، كومنتري، اقرأوهن شوفوا. أنا بتوصل لي كل أسبوع هاي المجلات. وبعدين كمان أنتوا بتأيدوا إيش؟ العلمانيين هذول اللي ما بنجحوا بطريقة ديمقراطية إلى آخره. وبعدين الأقباط، وهذا معروف جدا مع الأسف، هذول ما بدهم شيء اسمه إسلامي على الإطلاق. وعلى كل حال هذا الشيء اللي بقوله أنا فيما يتعلق بالسعودية.